بونسوار. طقس مستقر مع كتل هوائيه بارده نسبيا مكمل تاثيرها على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. تفاصيل كلها من بعد فقره صوره وشمسيه. من صورة لولو ومن زينة العيد بننتقل عدوى العربية لنبلش جولتنا بتونس. بتوصل الحرارة فيها أقصاها ل 18 درجة، رباط 19، الجزائر 17، القاهرة 21 درجة. بنكفي على بغداد 18، دمشق 16، عمان 14، وبنختم أخيرا مع الكويت 19 درجة، الدوحة 24، أما الرياض عم بتسجل 21 درجة. هلأ بننتقل على لبنان. بكرة طقسنا قليل الغيوم لغائم جزئيا، عنا استقرار بدرجات الحرارة على الساحل لتوصل أقصاها ل 23 درجة أدناها 7 درجات. بالنسبة للجبل بتنخفض ل 12 درجة أقصاها 6 أدناها، أما بالداخل بتستقر على 17 درجة. تفاصيل أكثر عن المناطق اللبنانية بنبلش جولتنا بعكار 20 درجة، طرابلس 21، الأرز 9، الكورة 17 درجة، الهرمل 17، القاع 16، بعلبك 12، رياق 13 درجة. منكفي بالمناطق اللبنانية عجبيل 19، ميروبة 11 درجة، جونيا وبعبدة 23، بيروت كمان 23 درجة، وطقسة صافي ومشمس. منكفي لنوصل على زحلة 17، شطورة 18 درجة، عنجر 17، مشغرة 21 درجة، جزين 19، رشيا 18، مرج عيون وبنت جبال 20 درجة، وبنختم أخيرا بالمناطق الجنوبية مع صيدا، صور وقانا 21 درجة. مثل ما ذكرت بكرة درجات الحرارة حتكون مستقرة على الساحل لتوصل أقصاها نهار الجمعة ل 23 درجة أدناها 14، بالنسبة للسبت والأحد بتستقر على 18 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين درجتين والتسع درجات. ما تنسوا تبعتوا لنا صوركم على أكاونت الإنستغرام وفيوتشر تي في أبليكيشن. وهلا بودعكم وتصبحوا على ألف خير.